عزة العلايلي اسم ارتبط بالعصر الذهبي للسينما المصرية، ولا يزال صداه يتردد بين الأجيال. أداؤه الآسر وتفانيه في فني جعلاه واحداً من أكثر الممثلين شهرة في مصر. وبينما نحتفل بعيد ميلاده، نغوص في حياة ومسيرة هذا الرمز السينمائي الاستثنائية، ونستكشف تأثيره العميق على السينما المصرية والبصمة التي لا تمحى، التي تركها في قلوب الملايين. في 15 من سبتمبر بدأت رحلة عزة العلايلي في مدينة القاهرة الصاخبة، ومنذ صغرة أظهر ميلاً طبيعياً نحو الفنون. ازدهر شغفه برواية القصص والأداء خلال سنوات تكوينه. كان مفتوناً بسحر المسرح والسينما، وكان لهذا الولع المبكر دور في تمهيد الطريق لمستقبله الفني اللامع، دفعه تفانيه في صقل موهبته إلى الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وانغمس في عالم التمثيل ودرس بجد واحتضن كل فرصة لصقل مهاراته. وكانت موهبته الطبيعية والتزامه الراسخ واضحين لمعلميه الذين أدركوا إمكاناته العظيمة. غالباً ما يلعب القدر دوراً في تشكيل الأقدار، حيث تتشابك مسارات الحياة بطرق غير متوقعة. وبالنسبة لعزة العلايلي، جاء ذلك على شكل لقاء صدفة مع المخرج المصري الشهير يوسف شاهين، الذي كان له تأثير كبير على السينما العربية. رأى شاهين، المعروف بإسهاماته السينمائية الرائدة، في العلايلي موهبة فطرية تنتظر من يرعاها ويصقلها. كان شاهين دائماً يبحث عن وجوه جديدة تحمل روح الإبداع. أثبت هذا اللقاء أنه لحظة محورية، حيث أطلق مسيرة العلايلي الفنية وغير إلى الأبد مسار السينما المصرية، مما أضاف نكهة جديدة إلى الأفلام. اختار شاهين العلايلي لفيلمه الأرض عام 1960، وهو قرار سيقود الممثل الشاب إلى النجومية ويضعه في مصاف كبار الممثلين. تردد صدى أداء العلايلي القوي كمزارع يكافح من أجل أرضه بعمق لدى الجماهير، مما جعله رمزاً للنضال والعدالة، ورسخ مكانته كنجم صاعد في صناعة السينما المصرية، حيث استمر في تقديم أدوار مميزة أثرت في قلوب المشاهدين. لم يكن فيلم الأرض مجرد فيلم عادي، بل كان تحفة سينمائياً جسدت جوهر الهوية المصرية ونضالات شعبها. وأصبح تصوير العلايلي للمزارع الصامد الذي يواجه الظلم والقمع رمزاً فورياً للفخر الوطني. وترددت موضوعات الفيلم عن العدالة الاجتماعية والمقاومة بعمق داخل المجتمع المصري. حصد فيلم الأرض إشادة من النقاد محلياً ودولياً، وعزز مكانة عزة العلايلي كشخصياً بارزاً في السينما المصرية. لا يزال إرث الفيلم الدائم يلهم صانعي الأفلام ويأسر الجماهير حتى يومنا هذا. إنه بمثابة شهادة على قوة رواية القصص والتأثير الدائم لفن عزة العلايلي. امتدت موهبة عزة العلايلي إلى ما هو أبعد من الدور الذي جلب له الشهرة الأولية، فقد كان فناناً شاملاً قادراً على إضفاء لمسته الفريدة على كل شخصية جسدها. فقد امتلك براعة ملحوظة في التنقل بسلاسة بين الأدوار الدرامية والكوميدية بنفس القدر من التألق. كان يستطيع أن يجعل الجمهور يضحك ويبكي في نفس الفيلم. وتقف قائمة أعماله السينمائية شاهدة على تنوعه، حيث تظهر قدرته على تجسيد مجموعة متنوعة من الشخصيات. من الأدوار البطولية إلى الشخصيات الثانوية، كان دائماً يترك بصمته. من الشخصية الجذابة وروح الدعابة في الأفلام الكوميدية الرومانسية إلى الشخصيات المعقدة والغامضة أخلاقياً في الأعمال الدرامية التي تثير التفكير، كان دائماً يضيف عمقاً إلى كل دور. أسر العلايلي الجماهير بأدائه المتقن، كان يعرف كيف يتواصل مع الجمهور ويجعلهم يشعرون بكل لحظة. لقد جلب العمق والمصداقية لكل دور جسده. كان يتعامل مع كل شخصية وكأنها حقيقية، مما جعل أداؤه لا ينسى، وترك بصمة لا تنسى في كل فيلم زينه بحضوره. كان فناناً حقيقياً، وسيظل إرثه الفني حياً في قلوب محبيه.
بينما كان حضور عزة العلايلي على الشاشة آسراً، إلا أن حياته بعيداً عن الشاشة كانت مقنعة بنفس القدر. لقد كان زوجاً مخلصاً لزوجته الحبيبة سعاد حسني، التي كانت أيضاً ممثلاً مشهورة. كانت قصة حبهما من قصص العصور، وشهادة على شغفهما المشترك بالفنون وعلاقتهما العميقة. كان العلايلي أيضاً أباً محباً يعتز بوقته مع عائلته. لقد أدرك أهمية تحقيق التوازن بين حياته المهنية المتطلبة وأفراح الأبوة، وغرس في أبنائه نفس قيم العمل الجاد والتفاني واللطف التي وجهت حياته. تجاوزت قصة حب عزة العلايلي وسعاد حسني حدود حياتهما الشخصية. لقد كانا يعتبران من أشهر الثنائيات السينمائية في مصر. كانت كيمياءهما على الشاشة لا يمكن إنكارها، حيث أسرت الجماهير في العديد من الأفلام. لقد صنعا سحراً سينمائياً معاً. قوبلت أعمالهما المشتركة بإشادة من النقاد. توافد الجمهور على دور السينما ليشهدوا كيمياءهما التي لا يمكن إنكارها. أصبحت قصة حبهما على الشاشة وخارجها جزءاً لا يتجزأ من تاريخ السينما المصرية، ولا تزال تلهم أجيالاً من الفنانين والمعجبين على حد سواء. كما هو الحال مع جميع الفنانين العظماء، انتهى زمن عزة العلايلي في دائرة الضوء في النهاية. كان فناناً استثنائياً، ترك بصمة لا تمحى في عالم السينما. توفي في 5 فبراير عام 2015 عن عمر يناهز 81 عاماً، تاركاً وراءه إرثاً سيبقى محفوراً إلى الأبد في سجلات السينما المصرية. لقد كان رمزاً للإبداع والتمييز. كان رحيله بمثابة نهاية حقبة، حقبة مليئة بالإبداع والتفاني في الفن. وعلى الرغم من وفاته، إلا أن روح العلايلي لا تزال حية من خلال أدائه الخالد. أدواره لا تزال تلهم الأجيال الجديدة من الفنانين. لا تزال أفلامه تمتع الجماهير من جميع الأعمار، من الأطفال إلى الكبار. الجميع يجد في أفلامه شيئاً مميزاً، ولا تزال إسهاماته في السينما المصرية ذات صلة وتأثير كما كانت عليه في حياته. سيبقى اسمه محفوراً في ذاكرة السينما إلى الأبد. يمتد تأثير عزة العلايلي على المجتمع المصري إلى ما هو أبعد من إنجازاته السينمائية. لقد كان كنزاً وطنياً حقيقياً، يحظى بالإعجاب لتواضعه ونزاهته والتزامه الثابت بفنه. لقد استخدم مكانته للدفاع عن العدالة الاجتماعية والمساواة وتحسين أحوال مصر الحبيبة. تعد حياة العلايلي ومسيرته المهنية مصدر إلهام للفنانين الطموحين والأفراد من جميع مناحي الحياة. لقد أثبت قوة الشغف والتفاني والشجاعة في السعي وراء أحلام المرء، ويستمر إرثه في إلهام أجيال من المصريين للسعي لتحقيق التمييز في مجالاتهم الخاصة. لا تحصى إسهامات عزة العلايلي في السينما المصرية. لقد ساعد في تشكيل العصر الذهبي للصناعة، ولا يزال أداؤه يأسر ويلهم الجماهير في جميع أنحاء العالم. تعد أفلامه شهادة على قوة رواية القصص والإرث الدائم لرمز سينمائي حقيقي. بينما نحتفل بعيد ميلاد عزة العلايلي، فإننا نتذكر ليس فقط موهبته الاستثنائية، ولكن أيضاً تواضعه ولطفه والتزامه الراسخ بفنه. سيستمر إرثه في إلهام الأجيال القادمة، وسيظل اسمه مرادفاً للعصر الذهبي للسينما المصرية. تعد أفلام عزة العلايلي كنزاً دفيناً من تاريخ السينما المصرية. تقدم أفلامه لمحة عن المشهد الاجتماعي والسياسي والثقافي لمصر خلال حياته، ولا تزال تجد صدى لدى الجماهير اليوم، من فيلم الأرض الرائد إلى الأفلام الرومانسية التي تدفئ القلوب والأعمال الدرامية التي تثير التفكير. تقف أفلام العلايلي كشهادة على تنوعه وقدرته على التواصل مع الجماهير على المستوى الإنساني العميق، ولا يزال أداؤه آسراً ومؤثراً اليوم كما كان عندما ظهر لأول مرة على الشاشة الفضية.